من أقوى وصفات التفتيح البشرة وإزالة اسمرار الشمس النيلة المغربية. هي طبعا النيلة المغربية الأصلي، وهتعرفيها منين من أول الفيديو كده عشان يبقى كل المعلومات والأسرار بنقولها من أول الفيديو. بس اللي ناسية تعمل لايك تعمل لايك، واللي مش مشتركة تشترك في القناة. طبعا النيلة المغربية الأصلي هتعرفيها منين؟ إن رقم واحد هتجيبيها من مكان موثوق بيبيع منتجات مغربية أصلي. النقطة التانية، ان حضرتك لما هتجيبي الباودر دي حطيها في طبق لونه ابيض، حطيها على حرف الحوض كده بنقطة مية. لو عملت بس عكرت لون ازرق كده تمام، يبقى دي اصلية. لكن لو عملت لون ازرق قوي وصبغت الحوض او الطبق اللي انت بتعملي فيه، لا دي تبقى بقى زي البودرة كده اللي بنزهر بيها، بودرة زهرة كده اللي بنزهر بيها الغسيل، دي ما تستخدمهاش خالص يا حبيبة قلبي على ايه بشرتك. لازم تكون النيلة المغربي الاصلية عشان نستفيد بكل الفوائد اللي هنتكلم عليها في باقي الفيديو. مكونات الماسك بكل سهولة، زبادي اللي هو اسمه روب، وعندنا النيلة المغربية. هنبدأ كده نحط معلقة أو معلقتين من الزبادي، وبعدين هنعمل إيه على طرف المعلقة كده، حاجة بسيطة خالص. مين اللي تعمل الماسك ده؟ البنات اللي بتكلمني وتقولي يا ياسمين ايديا اتبهدلت من الشمس، اسمرت جدا، كل يوم بنزل الكلية. كلنا معظمنا طبعا كل المحجبات نص وشنا لون ونص لون، اللي تحت الحجاب ابيض ووشنا المتعرض من الشمس اسمر. رحنا المصيف وايدينا ووشنا ورجلنا اسمرت، بنودي الولاد التدريب وكل الاماكن اللي ظاهرة من جسمنا بسبب طبعا اللي هي الشمس اسمرت. يبقى النيلة المغربية من اكتر الحاجات اللي بتضيع اثار الشمس، الاسمرار اللي بسبب الشمس. مش هضحك عليكي وهقولك هتضيع التصبغات، اللي هي التصبغات عندي اثار حبوب، حصل لي حرق، كان عندي باخد ادوية، كان عندي مشكلة وعملت لي تصبغات او كلف في بشرتي. لا، النيلة المغربي بتضيع اثار الشمس، الاسمرار بتاع الشمس. وفي روتين كده ايه بنعمله بيها، شرط انك تستخدميها مرة اسبوعيا. يعني حضرتك مرة اسبوعيا هنستخدم الماسك ده، وبعديه هنعمل ترطيب مهم جدا. فعلا فعلا باذن الله بعد شهر او شهرين من الاستخدام هيجيب معاكي نتيجة مذهلة. يلا بقى ايه نمكس كده الماسك. صباح الخير يا امارات، ايه رايكم على الصبح بدري كده ندلع نفسنا قبل ما ندخل المطبخ وننشغل، نعمل حاجه كده تدينا طاقه ايجابيه على الصبح. عملت ايه ماسك النيله بالزبادي، وهبدا كده ايه اعمله معاكم ونتكلم على الفوائد بتاعته. طبعا ماسك النيلة المغربي من أقوى الوصفات اللي بتفتح البشرة لو استخدمتيها لمدة شهر مرة في الأسبوع، وفي ناس بتقول مرتين في الأسبوع، هتفتح لك بشرتك درجة. وهي بتفتح يا بنات آثار الشمس. يعني إيه؟ راجعين من المصيف، بنخرج كل يوم، بنروح النادي، نودي الولاد التمرين، وشنا اسمر، ايدينا اسمر. بتحطيه على وشك، على ايديكي، على رجلك، بيبقى حلو جدا. هنسيبه ربع ساعة، وبعدين هبدأ اقول لكم كده نرطب بايه ونعمل ايه، وايه الحاجة اللي نرطب بيها اللي فعلا فعلا هتدينا نتيجة حلوة جدا جدا على التجاعيد والانتفاخات اللي تحت العين. كل ما هتستخدمي مواد طبيعية هتبقى يعني مدياكي نتيجة حلوة جدا جدا. في حاجة برضو عايزة اقولها للستات حالاتي كده، اللي ايه او البنات اللي ممكن بعد ال30 او ال40 تبدا يظهر لك حب شباب اللي هو الجامد ده. انتوا هنا ملاحظين ان انا طالع لي هنا كده زي حبيتين جامدين جدا، دول تقريبا بقالهم شهر. ولما سالت الدكتوره ساره قالت لي اعملي تحليل بول وتحليل براز، لان الحاجات دي بتبقى من المعده. يعني الحبوب اللي بتطلع لنا بعد سن ال30 و35 وال40 بيبقى اسمها حبوب البالغين، اكني ادلت او ادلت اكني. فهي حبوب البالغين كده بتطلع بسبب هرمونات، وبتطلع بسبب كمان ممكن بيبقى فيه مشاكل في المعده والهضم والقولون، فبتطلع الحبوب دي. فهي مش الحل اننا نحط لها كريم، لا، بنحط كريم وبناخد مضاد حيوي وبنعمل ايه تحاليل عشان نشوف الحبوب دي طالعه من ايه، وغالبا بتبقى مشاكل في الجهاز الهضمي. زي ما انتم شايفين كده انا حطيته على وشي وحطيته على ايدي، عقبال ما ينشف كده تقريبا بنسيبه ربع ساعه.
ايه كمان من الحاجات الحلوه قوي يا بنات؟ ليه وشنا عندنا هنا الطامي المغربي، ده شكل الطامي المغربي وانتوا عارفينه، هاتيه حجر كده ما تجيبهوش بودر، لما بنحطه في الميه ما بيبقاش سايل يا بنات، عشان تعرفي الفرق بين اللي هي الاحجار الطامي المغربي اللي جايه فعلا من المغرب او اي حجر تاني كده عامل زي التراب هتحطيه هيبقى سايل. المفروض ان انت لما تحطي له ميه عاديه او ميه ورد، بصوا شايفين بيبقى عامل ازاي؟ يعني القوام بتاعه زي ما انتوا شايفينه كده، القوام هو على حسب كميه الميه، لكن هو تلاقيه بيشرب الميه وبيتقل، بيتقل كده وتحسي ان هو ايه عامل زي، مش لا ما هو مش جيلي او كده، بس هو بيتقل كده، ما بيبقاش سايل، يعني تحسي ان الخليط بيزيد، فاهميني؟ يعني بيشرب الميه وتحسي ان هو ايه بقى زي الماسك، حاجه يعني ايه سميكه شويه كده، مش حاجه ايه سايله. هو حلو جدا للناس اللي بشرتها دهنيه ومختلطه، الناس اللي بشرتها حساسه، يعني ايه بص نجرب، ممكن يمشي مع ناس ممكن ما يمشيش مع ناس. كمان الناس اللي بشرتها جافه مش محتاجاه خالص، يعني هو حلو قوي للناس اللي بشرتهم يعني عاديه ومختلطه. وشي يا بنات بعد ما غسلت وشي ما شاء الله لا قوه الا بالله، اعملي الماسك ده مره في الاسبوع لمده شهر لمده شهرين، فعلا فعلا هيفرق جدا في اسمرار البشره اللي بسبب ايه الشمس، مش اللي هو الاسمرار بسبب كلف او اثار حبوب او حاجات دي كلها، الحاجات التانية دي بتبقى محتاجة بقى ايه تدخلات، كريم تقشير، ديرما بين، الحاجات دي كلها. طب ايه الحاجة اللي هرطب بيها؟ لان انا عملنا ماسك لازم نرطب بعديها، خصوصا للناس اللي بشرتهم مختلطة وعادية حتى الدهنية يا بنات، عشان ما يبقاش فيه قشر في بشرتنا كده وبشرتنا تبقى بهتانة. انا هرطب بايه؟ هرطب بزبدة الشيا البيور الخام اللي هي الزبدة الصفرة دي، هتعرفيها منين؟ ريحتها مش احسن حاجه، يعني ريحتها مش هتعجبك، انا ماليش دعوه بريحتها، انا ليا دعوه بالفوائد العظيمه اللي فيها. هي ريحتها زي زيت الزيتون او المكسرات كده، اول ما هتاخديها ما بين ايديكي هي عامله زي الزبده كده، لكن اول ما هتحطيها يعني تعملي بس كده هتلاقيها على طول بصوا ساحت وبتلمع، فعلى طول على طول هناخد على بشرتنا. وانا بقى على كل وشك باخد كمان كده تحت عيني، تحت عيني بقى الانتفاخات اللي تحت العين، التجاعيد، اعملي الحته هنا، الناس اللي بتبقى عندها التجاعيد هنا دي بقى من اقوى الحاجات اللي فيها مضادات مضادات اكسده، فيها احماض امينيه، المواد اللي فيها لانها مستخرجه من شجره طبيعيه، فهي بالظبط بالظبط مكوناتها زي الافرازات الطبيعيه للبشره، فبتفرق جدا في مقاومه التجاعيد والشيخوخه وعلامات تقدم السن والاسمرار اللي تحت العين والانتفاخات والحاجات دي كلها، ومفيده جدا وكمان حلوه قوي للناس اللي بيطلع لها حبوب، فانا جبتها مخصوص عشان الحبوب اللي بادئه ايه تظهر لي دي، فنعالج خارجيا وداخليا. اللي عجبها الفيديو تعمل لايك واكتبوا لي في التعليقات عايزين نتكلم عن ايه في منتجات العنايه بالبشرة.